فيه بعد ذلك استمرار الدراسة عن بعد. درسنا اليوم في مكون التاريخ كذلك بعنوان موضوع الدرس الثورة الفلاحية والثورة الصناعية في أوروبا. كما قلنا في الدروس السابقة أن أوروبا عرفت تحولات خلال القرن الخامس عشر والسادس عشر ابتداء من النهضة الأوروبية مرورا بالاكتشافات الجغرافية. درسنا اليوم سنتعرف من خلاله على أهم التحولات التي عرفتها أوروبا خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، ألا وهي الثورة الفلاحية والثورة الصناعية، والتي سوف يكون لها تأثير كبير على العالم فيما بعد. من أهداف التعلم إدراك التحولات الديموغرافية، يعني كل ما يخص السكان أو التحولات التي شهدتها أوروبا على مستوى ساكنة أوروبا، والفلاحية في أوروبا من خلال وثائق. كذلك سوف نتعرف على بعض مظاهر الثورة الصناعية في أوروبا، وأخيرا إدراك بعض النتائج التي ترتبت عن الثورة الصناعية. تقديم: شهدت أوروبا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ميلادي تحولات اقتصادية عميقة، فما هي مظاهر هذه التحولات وما هي انعكاساتها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بأوروبا؟ النشاط الأول: إدراك التحول الديموغرافي والفلاحي في أوروبا. لدينا وثيقة التي هي عبارة عن خط زمني تبين فيه جوانب الثورتين الفلاحية والصناعية. إذن نحن سوف نحاول أن نستخرج من هذه الوثيقة فقط الجوانب التحول الفلاحي الذي عرفته أوروبا خلال هذه الفترة. من خلال الخط الزمني تمكنا من استخراج التحولات التي طرأت على القطاع الفلاحي، ألا وهي إذن اختراع البدار الآلي سنة 1701 الذي عوض اليد العاملة، اجتثاث الغابات بفرنسا سنة 1763، شيء الذي مكن من ربح عدد من الأراضي الزراعية أو الزيادة في مساحات الأراضي الزراعية، بداية تسييج الأراضي، وأخيرا اختراع آلات الحصاد. هذا فيما يخص التقنيات. كذلك تم التخلي عن نظام استراحة الأرض، حيث كان تتم زراعة الأرض وتركها للاستراحة، وتعويضها بنظام التناوب الزراعي. أدت هذه قلنا التحولات التي عرفها القطاع الفلاحي
التي قلنا وهي تسجيل الأراضي، اجتثاث الغابات، اختراع آلات الحصاد، التغلي عن نظام استراحة الأرض وتعويضه بنظام التناوب الزراعي، إلى تزايد في الإنتاج الفلاحي. إذن أدت هذه التحولات إلى تزايد الإنتاج الفلاحي. نحاول رصد هذه الزيادة في الإنتاج من خلال المبيان التالي. إذن لدينا مبيان لإنتاج بعض المواد الفلاحية خلال هذه الفترة. إذن حيث نسجد إنتاج الحبوب وصل سنة 1900 إلى 120 مليون قنطار. بعدما كان سنة 1820 كان يبلغ تقريبا 85 مليون قنطار. منتج آخر عرف كذلك هو الزيادة، ألا وهو الشمندر، حيث كان يبلغ سنة 1820 20 مليون، وصل سنة 1900 إلى 80 تقريبا 80 مليون طن. البطاطس كذلك عرفت كذلك هي ارتفاعا، عرف هذا المنتوج ارتفاعا، حيث نجد في سنة 1830 كان الإنتاج فقط يصل إلى 10 مليون طن، وصل سنة 1900 إلى حوالي 50 طن. إذن أدت هذه الزيادة في الإنتاج الفلاحي إلى توفر التغذية وتراجع المجاعات، وبالتالي ازدياد عدد سكان أوروبا. إذن سوف نحاول أن نرصد تطور ساكنة أوروبا وإنجلترا بالخصوص ما بين 1700 إلى 1900 مليون نسمة من خلال هذا الجدول. خلالها إذن أوروبا سنة 1650 عدد السكان 100 مليون نسمة، سنة 1700 118 مليون نسمة، 1750 140 مليون نسمة، 1800 187 مليون نسمة، 1850 266 مليون نسمة. ليصل عدد سكان أوروبا سنة 1900 إلى 400 مليون نسمة. إذن نتتبع كذلك تطور ساكنة إنجلترا، على اعتبار أن إنجلترا هي مهد الثورة الصناعية، منها انطلقت الثورة الصناعية إلى باقي دول أوروبا. إذن سنة 1650 وصل عدد سكان إنجلترا إلى كان يصل 4.6 مليون نسمة، 1705 مليون نسمة، 1750 6.8 مليون نسمة، 1815 مليون نسمة، 1850 23 مليون نسمة، و 1938 مليون نسمة. إذن وبالتالي عرفت أوروبا ازدياد في عدد السكان الذي كان طبيعة الحال من نتائج الثورة الفلاحية التي أدت إلى تزايد في الإنتاج الفلاحي، وكما قلنا سابقا وتوفير التغذية، وبالتالي تراجعت المجاعات وازداد عدد سكان أوروبا.
النشاط الثاني سوف نحاول كذلك نتطرق إلى مظاهر الثورة الصناعية في أوروبا خلال القرنين 18 و19. إذن بالرجوع إلى الخط الزمني في النشاط الأول، نحاول كذلك استخراج منه مظاهر الثورة الصناعية. من مظاهر هذه الثورة الصناعية على المستوى الصناعي، اختراع الآلة البخارية سنة 1769 التي شكلت تحولا بالنسبة للصناعة، حيث عوضت الآلة البخارية القوة البشرية. إذن وبالتالي تزايد الإنتاج وتقلصت اليد العاملة. ومن بين أهم الصناعات التي عرفت تحولا كبيرا ألا وهي صناعة النسيج، بالإضافة إلى وجود صناعات أخرى أو تنوع، عرفنا تنوع خلال هذه الفترة، تنوع في الصناعات كصناعة المحركات البخارية والصناعة المعدنية. إذن كما قلنا سابقا، تعتبر إنجلترا البلد الذي انطلقت منه الثورة الصناعية لتنتشر في باقي دول أوروبا الغربية بالخصوص. النشاط الثالث، بعض النتائج التي ترتبت عن الثورة الصناعية. من بين أهم النتائج، النتائج الاجتماعية تمثلت في ظهور طبقة العمالية، هذه الطبقة التي هاجرت من البوادي إلى المدن لتشتغل في المناطق الزراعية. هذه الطبقة العاملة بطبيعة الحال كانت تشتغل في ظروف سيئة وجد مزرية، تتمثل في طول ساعات العمل، ضعف الأجور، وعانت كذلك من استغلال الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج. نتيجة أخرى من نتائج الاجتماعية للثورة الصناعية ألا وهي تصاعد وتيرة الهجرة نحو المدن، وبالتالي ارتفاع نسبة سكان المدن وتراجع نسبة سكان الأرياف، حيث نجد في سنة 1770 ميلادية نسبة سكان الأرياف كانت تصل تقريبا 50%، نسبة سكان المدن 50%، أما في سنة 1830 تراجعت نسبة ساكنة الأرياف حيث وصلت 30%، وازدياد ساكنة المدن حيث أصبحت 70%. سنة 1871 نسبة ساكنة الأرياف وصلت إلى 15%، ونسبة سكان المدن 85%. إذن تراجعت نسبة ساكنة الأرياف وازدادت نسبة سكان المدن، إذن تحول حضري شهدته أوروبا خلال هذه الفترة. نتيجة اجتماعية أخرى من نتائج الثورة الصناعية كذلك ألا وهي انتشار البطالة في صفوف الصناع التقليديين بسبب الآلات المتطورة التي عوضت الإنسان. من نتائج الثورة الصناعية كذلك
على مستوى المواصلات نجد الانتشار الكثيف لشبكة السكك الحديدية في مختلف الدول الأوروبية عند نهاية القرن التاسع عشر. هذا الانتشار الكثيف لشبكة السكك الحديدية أدى طبيعة الحال إلى تقلص المدة الزمنية التي تستغرقها القاطرات الرابطة بين مختلف الدول بين مختلف المدن أو الدول الأوروبية، حيث نجد مثلا سنة 1834 من باريس إلى ليل كان يستغرق القطار 22 ساعة، سنة 1887 أصبح يستغرق 3 ساعات و50 دقيقة من باريس كذلك إلى ستراسبورغ سنة 1834 كان يستغرق القطار 47 ساعة، أصبح سنة 1887 يستغرق 8 ساعات و50 دقيقة من باريس إلى مارسيليا كذلك سنة 1834 80 ساعة، سنة 1887 أصبح يستغرق 14 ساعة. من باريس إلى بريست سنة كذلك 1834 72 ساعة، سنة 1887 تقلص إلى سنة إلى عفوا إلى 15 ساعة. إذا ختاما خاتمة، مكنت الثورة الفلاحية والثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا من تطوير النظام الرأسمالي ودفعها إلى البحث عن مستعمرات لتصريف فائض إنتاجها وجلب المواد الأولية. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس أعزائي التلاميذ، وإلى اللقاء في فرصة قادمة.